جمهورية خدمة الإمام الحسين تأسس سنة 61 بإدارة والدي ماجد عبد الرميض. من أول ما عدني هي موجودة في تأسيس المواكب، يعني فكرة الخدمة، فكرة طبخ للإمام الحسين عليه السلام، تقديم الضحايا، تقديم القرابين، أفضل شعور بالعالم وأحسن شعور وأنبل خدمة هي خدمة الإمام الحسين عليه السلام. ثلاث وجبات باليوم وما يعزل بالأيام اللي فيها الزحام، 24 ساعة شغال، يا أما طبخ يا أما توزيع. الصبح هريسة، الظهر تمن ومرقة، بالليل اثنين نواشف تقلا. هي تبدي قبل العاشر مال محرم بعشرة أيام يبدي الطبخ، وينتهي ورا وفاة النبي بعشرة أيام، يعني 82 يوم فيت. كادرنا احنا صرنا مثل الأخوة، صار عندي فوق 150 أخو تقريبا من خدام الإمام الحسين. من خدمة وأنت قدامك شيء يعني رهيب. أنا مسوي يعني من دون المواكب مسوي ثلاث سراوات. سرع عندنا المعوقين واللي شياب على باين الأطفال المعوقين، عندنا سرع ثالث حتى ما حد ما يتأذى، بس الشباب ينزموا سرع. الناس طيبة، من الخيرين، من عندنا اللي من بيناتنا، يجينا تبرعات من محافظات، من ناس طيبة نذوره.